نعم، الوضع هنا هادئ في بريطانيا، بمعنى أن البلاد ما زالت تحت الإغلاق العام الذي مدد لفترة 3 أسابيع إضافية ستنتهي في 10 أيام الأولى من الشهر المقبل. بريطانيا تتوقع أن يكون هناك ارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات خلال هذه الفترة، وبالتالي تحث الناس للبقاء في البيوت طالما أن الذروة لم يتم تجاوزها هنا في بريطانيا. لكنها أيضا تعمل هنا الحكومة من جانب آخر في جهودها للتصدي لكورونا على مسألة إيجاد لقاح. يوم أمس تم الإعلان عن استحداث وحدة حكومية خاصة لهذا الغرض، هدفها دعم مشاريع البحث. حتى هذه اللحظة تم دعم 27 مشروع بحث لإيجاد لقاح. هذه الوحدة تريد أن تسرع الخطى لهذه المراكز البحثية لتحقيق ما يمكن إنجازه بسنوات لتحقيقه بشهور، لأن اللقاح أيضا هو السياسة والطريقة الآمنة الوحيدة للخروج من الإغلاق العام والمضمونة، بمعنى أن إذا كان هناك لقاح فهذا يعني خروج الناس دون أي خشية من وجود إصابات محتملة أخرى أو ذروة أخرى من الإصابات. عكس ذلك بريطانيا ستتجه إلى إجراء أحجام واسعة من الفحوصات للكشف عن الإصابات. من لندن عمر شاكر، وكانت